الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المنتجبين. على بركة الله، اليوم الثاني نستمر في أداء ورشة العمل الدولية بالإدارة الرياضية تحت عنوان الإدارة الرياضية في تجارب أداء المؤسسات العربية. أكملنا لليوم الأول الخميس 11 حزيران محاضرات للسادة الضيوف الدكتور عبد اللطيف بخاري والدكتور حماد العنتبلي من مصر الشقيق، واليوم نتشرف بحضور الأستاذ الكبير الدكتور أحمد الشريف مؤسس ورئيس جمعية الرياضيين وأكاديمية دراسة للعلوم الرياضية بدولة الإمارات العربية المتحدة لإلقاء محاضرته لهذه اليوم الموسومة بعنوان الإدارة الرياضية ودورها في تعزيز القطاع الاقتصادي دبي نموذجا. فأهلا وسهلا بك أستاذنا الفاضل، وشرف لنا ضيافتك في دولتك الثانية العراق. أهلا وسهلا. يا مرحبا دكتور، أنا سعيد بأن أكون معاكم في هذا التجمع العلمي، وسعيد أن أشارك هالكوكبة من الأساتذة الأفاضل، وإن شاء الله تكون هذه بداية تعاون بإذن الله قادم على يعني مختلف الأصعدة والجانب اللي ممكن أن احنا يعني شخصيا نساهم فيه أو بقية الزملاء يساهموا فيه بإذن الله تعالى. أتمنى إن شاء الله في 45 دقيقة عندي يعني العرض في أرقام كثيرة، وفي يعني أتمنى أنكم ما تملون فيه، لأن أنا ما حبيت يأخذ الجانب النظري، حبيت يبدأ الجانب التطبيقي، وأتمنى إن شاء الله أن نكون خفيف عليكم في هذه المدة لأن الوقت طويل، لكن زملائنا وحبتنا من يعني من الباحثين من الممكن أن يستمتعون في بعض الجوانب، وإذا كان في حاجة طبعا حسب إدارة الندوة إن شاء الله أن تكون على أساس يعني في نهاية الورشة يكون الإجابة إن شاء الله على مجمل الأسئلة بإذن الله تعالى. اليوم أنا راح أتكلم عن الإدارة الرياضية ودورها في تعزيز القطاع الاقتصادي، لأنه كثير من يعني من الدول أو المؤسسات الرياضية تغفل عن هذا الجانب، ويمكن يستثمر فيها من جانب قطاعات أخرى مثل السياحة، مثل الاقتصاد، مثل غيره، لكن نحن كأبناء المهنة لا ننظر لهذا القطاع من مردود أو من جانب اقتصادي، أو خلنا نتكلم بشكل أدق جانب رقمي أو في جانب يعني محدد في هذا الاتجاه اللي هو الجانب الرقمي. دائما في ما يمكن أن يعني يسهم في أن احنا نقيس العائد، نقيس عائد المجال أو المجالات الرياضية بشكل عام. يعني احنا عندما نتحدث عن الرياضة من أجل الصحة، خلاف عن نتحدث عن الرياضة من أجل التنمية المستدامة، بخلاف عن نتحدث عن الرياضة وارتباطها بالمسؤولية المجتمعية كأدوار، أيضا الرياضة والجانب الاقتصادي، أو الرياضة مرتبط فيها جانب الذكاء الاصطناعي، واللي من الممكن أن احنا يعني إذا عرفنا وإذا فهمنا وإذا استوعبنا تنوع هذه القطاعات وخاصة كيفية قياس أدائها، قياس مخرجها، من الممكن أن احنا نصل إلى إمكانيات كبيرة. على سبيل المثال لو تحدثنا عن يعني ارتباط الرياضة بالاقتصاد العالمي، يعني لو خلال ممارسة يومية للرياضة لمدة ربع ساعة و 20 دقيقة من الممكن أن تحسن الاقتصاد العالمي بوفق الدراسات إلى ما يوازي 100 مليار، لأن ارتفاع نسبة أو ارتفاع معدل اللياقة البدنية والصحة، واليوم احنا نتحدث بما نتحدث عن هذه الجائحة الخطيرة اللي يعني تكون في العالم،
تقوية جهاز المناعة أو رفع كفاءة جهاز المناعة في الجسم يقي، لأن اليوم حتى الأطباء والمستشفيات وجميع المؤتمرات الصحفية بما فيها منظمة الصحة العالمية تتحدث عن أهمية الغذاء والفيتامين، الفيتامينات اللي ممكن يأخذها والنوم، ويأتي في الاحتياج الرابع الرياضة. يعني أصبحت وصفة للحد من انتشار هذا الوباء إذا ما كان الشخص مرتفع. إذا مرتفعت طبعا جهاز المناعة من خلال ممارسة الرياضة. نتحدث عن هذا الجانب، وهذا قد يكون مدخل لوجودنا إحنا كرياضيين، وجودنا إحنا كمهنيين في هذا القطاع، كيفية أن إحنا نستثمره في تعزيز هذا التوجه من أجل الصحة والرياضة. في بعض الأحيان نشوف أن حتى ما تم يعني خلال الدورات الأولمبية السابقة، أن دائما سؤال يطرح هل أمسك المال بعنق الرياضة؟ نعم، لما نشوف أنه في دورة لندن 2012 يعني تقريبا 5 مليار مشاهد حول العالم من أصل ما يقارب 7 مليار لو استبعدنا الأطفال، أو يعني من يعني رقم جدا كبير وجدا خطير في مدى التأثير. يعني لما احنا نقارنها يعني فقط التلفزيون الأمريكي أو المحطات الرسمية اللي اشترت الحقوق بتقريبا مليار و 181 مليون دولار كحقوق إعلامية، وهذا طبعا لو تكلمنا عن أرقام أول دورة أولمبية في العصر الحديث بعثت 1896 كان 17 صحفي، إلى اليوم في دورة لندن كانت أكثر من 20 ألف صحفي وإعلامي متواجد في هذه الدورة. يعني للأحبة يعني التخيل في هذه الأرقام والعمل على تطويرها. في دورة ريو دي جانيرو في البرازيل الأخيرة نشوف يعني أولمبياد ريو يعني كم عدد اللي شاهدوا حفل الافتتاح فقط 350 مليون في الساعة، يعني في ساعة البث في تلك الفترة. التواصل الإعلامي طبعا هذه إحصائيات رسمية من المصدر من البي بي سي، 3.7 كانوا على تواصل دائم دون انقطاع في موضوع المستجد يوما بيوم عن نتائج الألعاب والفرق في هذه الدورة. النقلة اللي صارت الكبيرة من الهواية إلى الاحتراف، مراحل تطورها، مراحل تحول الرياضة إلى صناعة اليوم، صناعة تدر مليارات، ورح نشوف فيما بعد الأرقام الموجودة كيف أنها تغيرت وكيف أن الناس اليوم تنظر لها ك يعني مورد عائد اقتصادي عندما نستضيف حدث أو عندما نشارك في حدث أو عندما نحقق إنجاز، عندما نشارك في حدث أو 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 نستضيف حدث هناك حقوق، الحقوق هاي تقدر بمئات الملايين إذا ما كانت طبعا مليارات للدولة المضيفة وغيرها طبعا من الجوانب المرتبطة في البث التلفزيوني وحقوق الدعاية وحقوق الفرنشايز الخاص بهذا الموضوع للاعبين وللجمهور وللعامة. الاستثمار والرياضة أنا راح أتكلم عنه في كذا شريحة، كيف وصلنا إلى أن هؤلاء اللاعبين اللي هم حقوقهم أو أجورهم وصلت إلى 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 أرقام فلكية خلال الثمان سنوات الماضية. يعني كريستيانو رونالدو حقق تقريبا عائد فاق المليار دولار تقريبا. كيف الأندية الآن تصبح إلى أنها تدخل سنويا يعني أو مدخولها من الجميع وصل إلى مليار. أيضا تحول هذا الجانب من قضية هواية، من قضية متعة، من قضية انتماء لأنه الفريق أو النادي في الحي أو في المنطقة، إلى قضية استثمارية كبيرة. اليوم نشوف برشلونة وضعت على الخارطة من جديد، على الرغم من أن يعني إسبانيا من يعني تقريبا تراوح إلى الدولة الثانية والثالثة حول العالم في عدد السياح، إلى أن برشلونة يأتيها عدد ضخم، جزء كبير منهم يأتون لمشاهدة أو سياحة هذه المباريات. إذن القضية ما عادت يعني مرتبطة بمحبة ومرتبطة بانتماء للنادي أو لون النادي إلى قضية اقتصادية.
ينبغي نحن كمختصين والجميع وخاصة في الجامعات تغيير البرامج بما يتواءم مع معطيات العصر والتحديات المرتقبة في قضايا حتى في تركيبة المناهج في البرامج الموجودة. يجب أن تكون يعني هذه المتغيرات وهذه الأرقام ماثلة أمام أعيننا. المفوضية الأوروبية أدرجت الرياضة منذ عام 94 من خلال تقريرها في الكتاب الأبيض سوق الأيدي العاملة في المجال الرياضي. ما يعني إحنا نتكلم اليوم عن كيف ممكن أن نضيف مهنة لاعب أو مهنة مدرب ضمن المهن المعتمدة في دولنا العربية. ما أعرف طبعاً هذا سؤال كبير، وما أعرف هل أضيفت في بعض الدول أو حتى الآن غير موجودة على الرغم من التنوع هذا، لكن أوروبا من عام 1994 وهذا الشيء موجود عندهم. ما أعرف في بقية الدول هل هذا الكلام موجود أو لا. اليوم لو نتحدث عن الاستثمار في الرياضة في جانب مثلاً نموذج معين في المنطقة العربية، الفورمولا اللي صارت اللي حدثت طبعا في مملكة البحرين تشكل 3% من الدخل الوطني أو القومي لمملكة البحرين، لأن فيها برامج معتمدة وفيها أرقام معتمدة، وهذا يمكن من يعني من عام 2008 أنجزت هذه الحلبة ووفق معايير عالمية نحو 590 مليون دولار بما فيها عائدات النقل التلفزيوني اللي بلغت تقريبا قرابة 10 مليون دولار. في عام 2012 تمكنت البحرين من إقامة هذا السباق، وكان المردود الاقتصادي أوفر أول مش بس على السباق، أتكلم عن السياحة، عن الفرنشايز، عن الدعاية، عن 295 مليون دولار، بالإضافة إلى أنه وفر 3000 فرصة عمل في تلك الفترة. إذن اليوم الدول بدأت تتحرك وتنشئ مثل هذه المنشآت وتدخل في قضايا أو أنها تستخدم الرياضة لأجل تعزيز الموارد الاقتصادية والناتج الوطني أو المحلي أو القومي لهذه الدول. إحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم، يعني لما نتكلم عن إيراداته في عام 2008 975 مليون دولار مقابل 882 مليون في 2007، والأرقام طبعا أمامكم وتزيد. يعني رئيس الاتحاد الدولي في تلك الفترة يقول أن كرة القدم أكبر مشروع اقتصادي في العالم، لا يوجد شركة تحقق إيرادات فعلا نت بروفيت، يعني قضايا مباشرة. الإحصائيات طبعا لما طلعت وبدت تستخدم في بعض الأحيان، بدأوا الجماعة الاقتصاديين يلجون يبنون جسور للرياضة لكيفية إظهارها بالمظهر القوي، وكيفية أيضا إعادة تشكيل الرياضة بما يتوافق مع التحقيق أكبر عوائد ممكنة. الدخل السنوي في الرياضة في الولايات المتحدة الأمريكية، احنا نتكلم عن يعني أرقام تغطي أرقام فلكية، يعني تأتي وين ترتيب الرياضة بالنسبة لصناعة السينما، الإنتاج السينمائي، بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة يعني الكوميونيكيشن الاتصالات، بالنسبة للانترتينمنت التسلية، تأتي في المرتبة الخامسة، وهذه أيضا رقم كبير وتشكل مورد لدعم الموازنة الفيدرالية بما يعادل 4%. أيضا هذه أرقام تستحق لما احنا نشوف قطاعات أخرى أو نقارن بعض القطاعات، نرى أن احنا الرياضة لا حققت يعني أشياء جدا متقدمة في هذا الإطار. نتحدث عن اليابان، اليابان مساهمة أيضا نفس الكلام في المرتبة الخامسة، تأتي بالنسبة لي إسهامها في الناتج المحلي، مرتبة الثالثة في كل من إيطاليا والبرازيل كصناعة الرياضة ككل. وبالتالي يعني الأرقام هذه تحتاج إلى توقف، تحتاج إلى دراسة، تحتاج مثل ما قلت أو دائما أقول في التجمعات العلمية أن احنا هل برامجنا في الكليات تساعد على استيعاب المتغيرات هذه أو تحديد القيمة بشكل دقيق. الانفاق القطري طبعا عن استضافة كأس العالم وغير ما يعادل 100 مليار دولار،
بالنسبة للبنى التحتية والمدن وغيره، يعني بدأت تغير حتى في مواقيت المباريات نتيجة للاستثمار الضخم. طيب نتحدث في جانب آخر، حجم الإنفاق الإعلاني اليوم يعني من آخر أرقام اللي هي الأرقام القوية قرابة 500 مليار دولار. نتخيل الولايات المتحدة الأمريكية فقط يعني خلال تلك الفترة حققت أو صار التيرن أوفر 166 مليار دولار توزعت على مختلف وسائل الإعلام، منها التلفزيون فقط 40% ومن خلال عقود الإعلانات وغيرها وغير المطبوعات والإذاعات والإنترنت اليوم أصبحت لها حقوق وأصبحت لها ملفات خاصة. نتحدث عن الجانب العربي، للأسف لا يوجد أرقام قوية ولا يوجد من يدرس ويحلل وحتى التوثيق مثل هذه الأرقام، لكن بالاجتهادات يمكن احنا نقدر يعني نجيب بعض الشغلات. حجم الإنفاق بشكل عام في الوطن العربي أكثر من يعني في حدود 18 مليار 17 مليار و 700 مليون دولار في مختلف الوسائل طبعا والوساط، ولو ان اليوم اصبحت اكثر على مسائل التواصل الاجتماعي او منصات التواصل الرقمي او الاجتماعي. حجم النمو في تبادل يعني العوائد الرياضيه نشوفها بين طبعا هذه الاجزاء اللي تكلمت عنها، وانا اترك لكم الشريحه هذه لزملائنا واخواننا الباحثين حتى يتمعنون في قسمة السوق لما تحدثنا عنه من خلال بضائع أو منتجات أحداث فقط أو جوانب إعلامية أو نمو في قضايا أو عوائد الرعاية. أيضا التكنولوجيا وتغيير تركيبة أسواق المستهلك للخدمات الرياضية اليوم، وشايفين أيضا كيف إحنا نقدر اليوم يعني صراحة مهما تحدثنا، وهاي يمكن يعني الفترة الزمنية هذه لا توفي حقنا في أن يعني حق المجال أن احنا نتحدث عن هذا الجانب ونحلله، كيف مداخيل المشجعين وكيف المتابعين أونلاين، وكيف من الممكن أن يعني نضمن أو نحصل كل قطاع من هذه القطاعات على شريحة معينة. في تطور كبير وهي تحتاج لها فقط إلى 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 ورشة خاصة فيها كيفية صناعة العائد من الناحية فقط السوشيال ميديا، مش حتى الجوانب الأخرى. تغيير تركيبة أسواق المستهلكين اليوم، كيف يعني صار بالنسبة لنا احنا للرياضيين ومحبين الرياضة وارتباطها انها كثالث جزئية مهمة او ثاني جزئية مهمة في قضايا النقل، التواصل، الدخول ايضا المشجعين، معدلات الاستهلاك الالكتروني الرياضي بدا يتصاعد بشكل كبير في هذه الفتره، حتى العقود اللي كانت ماضيه مع اللاعبين او مع المؤسسات ومع حقوق النقل، حق النقل التلفزيوني اصبح لوحده بخلاف القطاعات اللي هي قضايا مرتبطه بالنقل على السوشيال ميديا او من خلال البرمجيات الموجوده. وكلها طبعا حتى الان يتم الاستثمار في بعض المنصات الرقميه الحديثه الجديده اللي كل حد يطرحها. احنا اليوم موجود في السوق العالمي اكثر من 212 منصه رقميه مختلفه، يمكن احنا نعرف فيها الفيسبوك والتويتر وغيرها من الانستغرام والسناب شات وغير، لكن في منصات اكثر. نشوف أيضا خارطة الإنفاق الإعلاني في الوطن العربي وتفصيلاته، وهذه أيضا راح أتركها يعني الجزء من الأحبة والإخوان الباحثين في أن يحللونها أو يستفيدون منها إن شاء الله في بعض الدراسات الخاصة في هذا الجانب، سواء كان طبعا حكومي ومختلف تنوع القطاعات، الكل يقدر يشوفها بعناية وبتحديد، اوكي، والكل ممكن ان يوصلها او يوظفها بالشكل اللي هو يريده. خارطة الانفاق الاعلاني في دولة يعني الامارات، ويعني نحاول نشوف بعض الدول في منطقة
الخليج. يعني احنا من خلال الارقام اللي احنا ذكرناها للشريحه توزيع الانفاق في الامارات ممكن نسبه كبيره في الصحف وبعدين السينما اعلانات واللوحات الخارجيه والراديو والتلفزيون والمجلات. يعني انا اتمنى ان تكون في دراسات مرتبطه بهذا الجانب لدراسه بعض العوائد للقطاع الرياضي فقط. احنا اليوم نتكلم يعني او في التمهيد هذا نتحدث عن بشكل عام، لكن في الرياضه من الممكن ايضا يكون له تحديد ويكون له دور في هذا الجانب بشكل كبير. قضايا الدوريات اليوم تخيل يعني من يصدق ان ايرادات الدوريات مثل الدوري الانجليزي 5 مليار جنيه، يعني تقريبا 8 مليار دولار خلال الفتره من 2013 والان وصل الى 10 والى 11 مليار. وهذه ارقام ضخمه جدا في حركه الاقتصاد العالمي. تاتي طبعا بعض الرياضات مثل الفورمولا مثل الكره السله الامريكيه ومثل الجولف ايضا لها حقوق، وحقوق ايضا لعبه الكريكت البيسبول ايضا لهم ايضا ارقام وفقا طبعا للجمهور الموجود. اليوم بدات الشركات العالميه مثل شركه الامارات كانت تدخل ايش مصلحتها في ان هي تستثمر في الانديه، رعايه مثل رعايه ريال مدريد. وجهه النظر ان القطيره الامارات تكون موجوده، وعاده من سياستها انها ترعى فرق العواصم او فرق العواصم نتيجه لانها تريد شعبيه اكبر، تغلغل اكثر في السوق، استخدام المشجعين والمحبين لهذا النادي بان تكون فعلا لها قيمه كبيره وقيمه مضافه. فاحنا نلاحظ ان اغلب الرعايه طبعا صح ان الاستثمار برقم كبير لكن العائد اكبر. اليوم نتحدث عن مثلا الارسنال في انجلترا، نتحدث عن باريس سان جيرمان في فرنسا، نتحدث عن وغيرها من هذه الفرق. وهذه الارقام اللي يعني ما في امامكم بالتواريخ كانت يعني ارقام دقيقه وارقام من مصادرها، لو ان الوقت شوي متاخر فيها لكن من الممكن ان الباحثين يحدثونها. يعني الرعايه كانت مع وقعت مع الاتحاد الدولي الفيفا بما قيمته 200 مليون دولار لمده 4 سنوات، كل سنه 50 مليون دولار. يعني مع الاتحاد الاسيوي ايضا بعض البطولات، رونالد جاروس مثلا للتنس من البطولات العريقه. يعني اليوم كيف احنا نستطيع ونستوعب استثمار يعني الرياضه؟ وطبعا هذا الجانب ما نستطيع ان نتحدث عنه كونه هواه، يجب ان نكون نحن محترفين في قضيه التسويق، محترفين في قضيه الحفاظ على استدامه النتائج ورفع مستوى النتائج بما يحقق العائد المرجو. نشوف كيف مثلا الطائرات بدات تتغير، حتى الوان القمصان الفرق كيف بدت، يعني حتى في بعض البنوك مثل باركليز بانك الانجليزي كيف بدا يدخل وياخذ ايضا بعض الحقوق من جانب التعزيز. اليوم الترويج من خلال وسائل الاعلام من شركات العالميه، اليوم حسبوا حتى الاشخاص المدربين الكبار، يعني ودور النشر ودور الميديا العريقه ايضا بدات تستثمر وبدات تكون لها ذراع. يعني نتخيل بعض الصحف خاصه في هذا الجانب موجود في ايطاليا، كيف بتكون الصحيفه ويكون لها ذراع استثماري الصحيفه كصحيفه يوميه في الاعلام في جانب الرياضه حتى يعزز ايضا مداخيلها، خاصه في السايكلينج او بطولات الدراجات الهوائيه اللي موجوده. يعني الترويج من خلال الأعوام الماضية حقق فرص كبيرة في المجتمع العربي، يمكن أو قفزات كبيرة إلى 50% من العرب ينتمون إلى فئة 25 سنة، وهذه كانت سوق كفيلة بأنها تستقطب يعني إحصائيات وأرقام مهمة لدى المعلن كي تصل له مباشرة. طبعا هذا كان تحليل بإحدى مؤسسة ديلويت العالمية للأبحاث. دولة الإمارات ومصر والسعودية والمغرب فيها 90% من الذكور العرب، طبعا هذه كلها جوانب تحليلية للمتلقي.
الشغوف بالمعلن وأداة الإعلان من خلال الرياضة. دور الرياضة في تعزيز القطاع الاقتصادي دبي كنموذج، وأنا راح أتحدث عنه في هذه النقطة، إنه نشوف كيف يعني مدينة دبي كيف بدأت تصنع بعض الأحداث الرياضية ومن خلالها تستقطب ما يسمى بالسياحة الرياضية، وهي تحت واجهة أو مسمى السياحة الرياضية نستطيع أن احنا نقوم بأنشطة بموضوع مثلا السباقات الزوارق أو سواء كانت الشراعية أو السريعة جزء منها، أو القفز الحر بالمظلات والبطولات اللي كانت بطولات العالم اللي كانت تتم منذ سنوات في دبي، وكيف استقطبت أعداد ضخمة من المتابعين. يعني أنت من الممكن أنه تطلب استضافة حدث معين مثل كأس العالم لكرة القدم أو الكرة الطائرة أو كرة اليد أو السلة أو السباحة وغيرها من الألعاب، ومن الممكن أن أيضا أن تستحدث بعض البطولة وتنفق عليها يعني كم سنة وتكون دائمة، وبعدين من الممكن أن تبيع الحقوق إذا كان إعلانات إذا كان يعني قصة طويلة. دبي جمعت بين الجانبين، جانب استقطاب الأحداث وجانب بناء الأحداث أو صناعة الحدث موجود في مدينة دبي. طبعا حسب التقسيمات، وهذه أيضا لدى الباحثين نتحدث عنها، تصنيفات السياحة الرياضية اللي هي السياحة الرياضات الصلبة أو الرياضات الناعمة. الرياضات الصلبة تعتمد على عدد المشاركين والمتنافسين في الفعاليات الرياضية، وعتر ما تكون هذه الأنواع يعني محفزة لوجود الجمهور بشكل مباشر. السياحة الرياضات السياحة الناعمة اللي هي مرتبطة بالسياحة المشاركة الترفيهية أو لقضاء وقت فراغ، مثل التزحلق، مثل المشي المسافات الطويلة نشوفها في بعض المواسم في أوروبا أو بعض الدول، حتى في بعض يعني ماراثون الصحراء مثلا في المغرب في أرض رملية وغيرها من الأحداث الموجودة، واللي نتمنى أن مع مرور الوقت أيضا نبني نحن في الوطن العربي بعض الجوانب المرتبطة يعني منتجنا، يكون لدينا منتج خاص رياضي سياحي يعزز مكانتنا من منظور السياحة الرياضية. اليوم السياحة في مدينة دبي رقميا تحتل التصنيف السابع، يعني عندنا عدد السواح القادمين إلى دبي 16,700,000 سائح. عدد المارين فقط اليوم في عبر مطار دبي تقريبا 86,400,000 سائح اللي استخدموا المطار، لكن عن 16,000,000 هم دخلوا، جزء منهم طبعا لهم يعني مختلف من خلال البرامج، مش بس السياحة الرياضية، هناك برامج من خلال السياحة الرياضية، هناك برامج أيضا من قطاعات أخرى في ما يعنى بجانب التسوق أو جانب الفني والثقافي وغيره من الجوانب. في مجال الأحداث الرياضية أو من خلال صناعة الرياضة 16,000 فرصة عمل توفرها الأحداث الرياضية في دبي، على الرغم من صغر المدينة لكن الأحداث ومجموعها توفر 16,000 فرصة عمل، وتجذب تقريبا من 16,000,000 اللي ذكرناهم 1,100,000 شخص سنويا بين مشاركين ومشجعين وحابين ويمارسون بنفسهم أو غيره. مجموع الانفاق السنوي على الرياضة في دبي بلغ 2,400,000,000 دولار، في حين أن الأثر الاقتصادي بلغ 818,000,000 دولار. طبعا مع مرور الوقت ومع الانفاق من خلال البنى التحتية من خلال البرامج راح يتعادل الرقم بما يعني بين الانفاق والدخول مع الوقت، لكن هذا رقم جدا جيد، والجيد ان احنا قادرين نظهر هذا الرقم بالتعاون مع مؤسسات بحثية عالمية. يعني هذا الرقم ليس اجتهاد استبانة وليس اجتهاد مؤسسة فقط، مجموعة مؤسسات ومؤسسات عالمية
وهذه الأرقام منشورة ومعتمدة. نتخيل الأحداث اللي تقيمها دبي سنوياً ما يقارب من 473 حدث، يعني بواقع يعني أكثر من حدث في اليوم في بعض الأحيان، منها المحلي بتصنيفها 399 حدث، العالمي منها 74 حدث، نسبة الزيادة طبعاً في الفعاليات بشكل عام تقريباً 55%، عدد الأحداث التي تم مراقبتها وتقييمها بشكل دقيق للعوائد تقريباً 25 حدث اللي صار عليهم هذا البيان. نشوف عدد السياح من خلال طبعاً هذه الأرقام، وهذه أيضاً متروكة يعني للزملائنا وحبتنا الباحثين حتى أن احنا يقدرون يستفيدون منها إن شاء الله في دراساتهم. نتحدث عن بعض الأحداث، يعني لو قلنا بطولة سوق دبي الحرة للتنس، عدد المشاركين كأبطال كرياضيين تقريباً 60، عدد الحضور الجماهيري الموجود تقريباً على مختلف بين السيدات، نتحدث عن أبطال السيدات ورجال هذه البطولة، تقام يعني تقريباً الآن من في حدود 29 عام مستمرة دون انقطاع، 100,000 يحضرون في فترة تقريباً 10 أو 12 يوم هذا الحدث. قيمة الجوائز الموجودة نشوفها أيضاً ماثلة أمامنا، وغيرها من الأحداث دبي أوميغا كلاسيك ماسترز، سباق الرقبي، كأس دبي العالمي للخيول، 120 مشارك، 60,000 في هذا في يوم واحد، وتقام في تقريبا في يوم 29 و 28 مارس من كل عام. يعني نشوف العدد المستثمار فيها تقريبا أو جوائزها بلغت 27 مليون دولار، لكن كم يشاهدها، كم الأثر، كم النقل التلفزيوني. بطولة العالم للغطس أيضا موجودة، ماراثون دبي طبعا عدد المشاركين طبعا يفوق هذا الرقم 13,000 اليوم، عدد الحضور والمتابعين في هذا اليوم عدد 50,000 تقريبا على الطبيعة غير النقل التلفزيوني، في حدود الجوائز في حدود مليون دولار، وغيرها من الفعاليات الأخرى اللي هي موجودة. لما نشوف الإجمالي المشاركين الرياضي بس عشان اقرب الصوره للزملائنا، عدد الرياضيين الفعليين هم بحدود 70,000 في شوفهم في عدد المشاركين، ولكن عدد الحضور او المتابعه طبعا في حدود 400,000 على الطبيعه، طبعا بخلاف عدد الجوائز الاجماليها 30 مليون دولار، وهذه اللي حققت العائد اللي هو 818 مليون دولار في الناتج المحلي. بطولات عديدة، يعني نتحدث عن بطولة آسيا للسباحة هذه بالتعاون مع الاتحاد الدولي، بطولة دبي الدولية للتنس السباحة، وغيرها من الألعاب. هذه المنشآت أو البنى التحتية اللي موجودة الآن، عندنا أحدث استاد موجود، استاد هزاع في مدينة أبوظبي في مدينة العين، من قيمة عليه نهائيات أيضا، فورمولا واحد أيضا من المنشآت العريقة والحديثة في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم، يقام سباق ولديهم حقوق، مجمع حمدان بن محمد الرياضي في مدينة دبي، وهذا يمكن أول مجمع كامل متكامل للسباحة، ويستطيع أن يتغير أيضا، يتم استخدامه لرياضات أخرى، تقريبا 12 رياضة تغطى هذه الحمام، إلى شيف يتسع ل 17,000 متفرج داخل هذه القاعة. مدينة دبي الرياضية أيضا من المدن الرياضية والأماكن التي تقام فيها، وفيها المجلس الدولي للكريكت، وبها أكبر جم في العالم، جيمنيزم يعني متنوع وكبير، وغيرها من المنشآت. ميدان مدينة ميدان اللي هو يقام فيه ميدان الخير، وفيها فندق، فيها بعض المرافق أيضا، هذه من البنى التحتية اللي تساعد على الاستثمار في جانب السياحة الرياضية.
نشوف يعني في 2015 لما زادت الرقم مثلا عدد الجوائز يعني عددها اللي هذا المشهد اللي امامكم اللي هي بطولة دبي الدولية للتنس السوق الحرة اللي تنظمها من فترة طويلة. أندية الجولف او صناعة الجولف فقط الموظفين اللي فيها 1800 شخص، يعني تخيل 440 ألف شوط في الجولف يلعب سنويا، 40 ألف منها من قبل حوالي 1600 زائر، يعني ممكن يأتي في فترة معينة لكي يلعب جولف في دبي. الأثر الاقتصادي بس للجولف 38 مليون دولار سنويا فقط من هذه الجزئية. مجمع حمدان لو خذنا بطولة العالم للسباحة، لو أن العدد 56 دولة في 900 سباح، لكن نشوف المشاهدين على الطبيعة ونشوف كيف أيضا لها عدد يعني أهمية كبيرة. مضمار ميدان هذا للسباق الخيل، ونشوف العدد المشاركين 30 دولة، الحضور تقريبا 25 ألف مشاهد على الطبيعة، بالإضافة إلى بعض الألعاب أو الرياضات التراثية اللي تجذب السياح مثل سباقات الهجن، مثل سباقات الكلاب السلوكية اللي تستخدم التراثية اللي تستخدم في الصيد، مثل الصيد بالصقور، مثل رياضة الغوص الحر يعني تحت الماء، وكل هذه لها أجندة ولها برامج وتستقطب، ومع يوم بعد يوم وسنة بعد سنة يزيدون المشاركين فيها ويحصلون على أنهم يكونون في دبي كموسم بالنسبة لهم. البادمنتون أيضا احنا استثمرنا فيها، ولو أنه ما في لكن يعني فيها استقطاب حدود 2 مليون تقريبا كأعداد بالنسبة لهذه البطولة اللي لها شعبية في آسيا. هذا ماراثون دبي آخر يعني رقم وصل إلى يعني أنا قلت لكم المتوسط تقريبا 14 ألف، اليوم وصل إلى 25 ألف مشارك، ويأتون ناس من خارج الإمارات حتى يحصلون على مشاركة في ماراثون دبي. وبدأ ستاندرد تشارتد بانك يدخل كيأخذ التسمية ويدفع أيضا مبالغ ويحصل في عوائد كبيرة من هذا السباق السنوي اللي يتم في شهر يناير من كل عام. سلسلة السكواش العالمية مثلا كيف نشيد أمام معلم برج خليفة أطول برج في العالم، وبالتالي كيف من الممكن أن تكون هذه البطولة تنقل عبر الفضائيات للترويج بطريقة غير مباشرة عن المدينة، وكيف من الممكن أن احنا نستثمر هذا المعلم قد يكون في مثلا دول أخرى نفس هذا المشهد أقيم في جمهورية مصر العربية، أقيم ملعب زجاجي للسكواش تحت سفح الهرم، وكانت بطولة أيضا ناجحة ممكن أن تقام في أي دولة من الدول العربية كمعلم من الممكن أن احنا نروج له. تجربة مارادونا مثلا عندما لعب أو تواجد مارادونا كمدرب لنادي الوصل في دبي مثلا. أحد الأصدقاء قال لي أحمد أنتم يعني في هذه الفترة يتحدث عنه كيف جاء مارادونا هذا الكذا إذا دبي وعاش بيدرب فريق، والله جاء. قال لي يا أخي أنتم عملتوا أو صار يعني بالنسبة للناس القريبين من الأحداث الرياضية أنه أنا جاني مسؤول كبير من دولة أخرى، وأنا طلعت من المطار وذاهب إلى الفندق، قال لي قبل ما أوصل الفندق لو سمحت أريد أطلب منك طلب بسيط، قال تفضل، قال لي أريد أن توصلني أشاهد النادي الذي يدربه مارادونا. يعني مدى التأثير في أنك أنت كيف تستقبل النجوم أو يعيشون فترة في المدينة أيضا، وكيف أنت تستثمرهم حق استثمار. Yeah.
من 10% سنويا خلال فترة من 2011 إلى 2020. إجمالي العاملين في القطاع بالدولة يزيد عن أو يعني 430 ألف عامل يشكلون 13% من نسبة إجمالي سوق العمل في الدولة. وهذا أيضا لأثر، إحنا هل حسبنا سوق العمل؟ هل حسبنا الأثر؟ دكتور طارق تسمعني؟ طارق تقريبا نفس قطاع النفط. إذا هذا الشيء من الجوانب المهمة جدا في أن احنا نستثمر في الرياضة وأن احنا تكون نموذج. أنا شارفت طبعا على الانتهاء من هذه الفقرة وبهذا السلايد، وإن شاء الله نستمع إلى المداخلة الثانية ونستمع إلى الأسئلة فيما بعد بإذن الله. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور أحمد. شكرا دكتور أحمد، أشكرك. شكرا. شكرا جزيلا على المحاضرة القيمة والمعلومات المضافة لرصيدنا المعرفي حقيقة. بس وأنا أستمع وأشاهد هذه الأرقام وهذه الآثار المترتبة من جراء الأداء الرياضي ومردوداتها الاقتصادية. دكتور أحمد، نعم. اللي يدور بذهني من وراء هذا؟ سؤال من زاوية إدارية، من وراء هذا لو سمحت؟ طبعا الزوايا كثيرة، بس أريد من إنسان متمكن متخصص يضع لي النقطة على الحرف، من وراء هذا؟ وراء هذا طبعا الدعم من الحكومة، هي استراتيجية مبنية لإسهام كل القطاعات ومن ضمنها القطاع الرياضي. يعني هي هناك ذراع من أحد الأذرع المهمة، دائرة السياحة والترويج التجاري، هناك مجلس دبي الرياضي أيضا له دور في هذا الجانب، وهو من يعني يضع هذه الجانب. هناك حكومة متفهمة واعية داعمة لهذا التوجه ولكل التوجهات وفق أحدث الأدوات. بمعنى عندما نريد أن نستقطب أو يستثمر في جانب أو يبنى يتم الموضوع هذا، فبالتالي يعني هي ليست فرد أو كذا، لكن هي إيمان حكومة دولة الإمارات، وإحنا قلنا في النموذج هذا حكومة دبي، بأهمية هذا القطاع وتنميته بما يعزز مكانة المدينة على الخارطة العالمية. أيكفي دكتور أحمد، أيكفي الدعم الرسمي لإقامة هيك أنشطة، أم وجود ملاكات مثلا مؤهلة تخصصية قادرة على أداء وتنظيم هكذا أنشطة فعاليات؟ شوف، يعني لا توجد جهة يعني تصفق لوحدها دكتور. يعني الجهات طبعا إيمان الحكومة بالدور يعزز، ولكن وجود طبعا كفاءات، وجود استراتيجية مكتوبة ومعتمدة، وجود تقييم مرحلي لكل يعني لكل عام، في كل عام تقريبا 4 مرات لخط سير موضوع هذه الخطة الاستراتيجية، وليست حبر على ورق. هذه الخطة مبنية على الواقع، على أرقام يحرص الجميع على أن يكون عند هذا التحدي للوصول لها، وهناك أيضا متابعة وتوجيه وأدوات من أدوات الرقابة على هذا الجانب. يعني هذا المشروع مشروع دولة،
لكن توفرت بالقيادة الحكيمة، توفرت بالمؤسسات الرصينة، توفرت بتضافر الجهود بخطة موجودة وموضوعة، وكل حد يعني يستطيع أن يعرف مكانه ودوره في هذه الخطة، في رقابة، في مراجعة، في مساءلة. نعم. كل هذه توفر فيها هذا العامل وهذا النجاح. أعتقد فضلا عن ذلك ثقافة مجتمعية تجاه هذه الفعاليات والأنشطة. لو ما توفرت الثقافة المجتمعية وتقبلها يمكن. شوف دكتور، احنا في فترة يعني انا ببرع الاقتصاد اللي تكون فيه، راح اعطيك جزئية اخرى. يعني احنا اشتغلنا مع مؤسسات ايضا الصحة العالمية، اليونسكو، دوائر الصحة، دوائر مختلفة كفريق عمل. اشتغلنا كنا نسأل انفسنا سؤال، كم نسبة الممارسين للنشاط البدني في إمارة دبي؟ إمارة دبي يسكنها ونريد ان احنا نصل الى رقم، نستطيع أن نقرأ هذا الرقم ونستطيع أن نطور هذا الرقم. عندما وصلنا في أول دراسة مع هذه المؤسسات قلنا أن وفق مسطرة منظمة الصحة العالمية أن هناك 32% من سكان مدينة دبي يمارسون النشاط البدني المنتظم وفق المسطرة بما يعادل ما يقل عن مرتين في الأسبوع. تم رفع هذا التقرير للجهات المختصة وللقيادة، واحنا طبعا وفق المعوقات من ضمنها بعض المنشآت وغيره، واحنا ممكن احنا نتكلم فيما بعد يعني في ان شاء الله في مناسبة اخرى عنها، لابد احنا نوفر هذه المنشآت وتم توفيرها بعدين وبناء خطة ايضا مع الجهات المختصة، واصبحت هناك مضامير واماكن لممارسة الالعاب المختلفة وتنشيط وفتح ايضا المجال وتعزيزها في مجال القطاع الخاص. كنا كل سنتين نقوم بنفس التجربة هذه. اليوم وصل عدد الممارسين للنشاط البدني إلى 41% من عدد السكان. كان الهدف طبعاً أنا ما أعرف آخر نتيجة، لكن كان الهدف أنه يوصل إلى قرابة 48 ويلامس 50 وخطة طويلة المدى. اليوم كم مدينة في الوطن العربي تستطيع أن تحدد نسبة الممارسين للنشاط البدني؟ أنا ما بتكلمك عن رياضة تنافسية، ما بتكلمك عن اقتصاد. إحنا طبعاً عندما كانت لدينا هذه النظرة كنا نقارن أنفسنا بالدول الإسكندنافية اللي توصل 80% من عدد السكان يمارسون النشاط البدني بشكل عام، عن اليابان وغيرها من الدول. فالقضية قضية إيمان في العمل، والعمل هذا له قيمة وله أهمية وله أثر، وإحنا كيف نقدر نقيس ما نقوم به من جانب إداري وفق المعادل المتعارف عليه؟ ما لا تستطيع تقييمه أو قياسه لا تستطيع إدارته. نعم، ممتاز. أشكرك دكتور أحمد، شكرا على الإضافات أيضا العلمية هاي والإدارية. أشكرك، شكرا جزيلا. الله يسلمك. إحنا دكتور إحنا راح نستقطع الوقت الآخر لإلقاء محاضرتي الحقيقة باختصار شديد، وما أريد أخذ من أوقات الأخوان الأساتذة الأفاضل الحاضرين والمشاركين وضيوفنا الكرام. فلذت أطرح اليوم موضوع أيضا له علاقة بالإدارة الرياضية ولكن من زاوية أخرى، فيها تطلع مستقبلي واستشراف ورؤية في هذه الظروف الاستثنائية والتحديات، ألا وهو العنوان الدور القيادي للطالب الجامعي ومساهمته في خدمة المجتمع ومؤسساته. أريد نضع آفاق إيجابية للطالب الجامعي ودوره الفاعل في أدائه في مؤسسات المجتمع. نتيجة التراجع والإحباط اللي يتعرض لها الطالب الجامعي في هذا الوقت، فإذن هي محاولة لاسترجاع الثقة
بشخصية ودور الطالب الجامعي. كون مخرجات كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة هم شباب واعد مؤهل لتبوأ المناصب القيادية في المؤسسات الإدارية الرياضية في أي مجتمع يتواجد. لذا أطرح السؤال لي وللمستمع: من أين تكتسب المرحلة الجامعية قيمتها؟ حقيقة المرحلة الجامعية تكتسب قيمتها كونها هي مرحلة تكوين الذات وبناء الشخصية وتحصيل الخبرة، استعداد للانخراط في الحياة المهنية والعلمية وخدمة الآخرين. هكذا الرؤى يفترض أن تكون لدى الطالب الجامعي تجاه مؤسساته ومجتمعه. لا يخفي على حضراتكم إن الشخصية إذا أردنا لها أن تكون متوازنة ومؤثرة يفترض أن تتسلح بسلاحين مهمين، الأول هو الرصيد المعرفي والثاني هو الخبرة. طيب، إذن من هو الطالب الجامعي؟ حقيقة أتوجه بهذا الكلام لأساتذتنا، للتدريسين السادة التدريسين الأكاديميين وحتى طلبة الدراسات العليا كونهم تدريسي المستقبل، العاملين مستقبلا، المربين، وأمامهم هو الطالب الجامعي. الهدف: أنا من حقي أفكر في الاستثمار، ولكن استثماري هنا في الإنسان وليس في المشروع التجاري أو الاقتصادي أو المعمل. أريد أن أستثمر في الطالب، في الإنسان، لأحقق جدوى، جدوى تعود بالفائدة بالمحصلة إلى مؤسساتي ثم المجتمع اللي احنا نتواجد به. الطالب الجامعي أساتذتي الأفاضل هو الإنسان المؤهل والكفء للدراسة والتأهيل العلمي والفني الذي يعد واجهة البلد، الواجهة الرئيسة للبلد الثقافية والعلمية. لذا يفترض على الجميع رعايته بأولوية كونه النخبة القيادية في المؤسسات ولا سيما الرياضية والشبابية. ما هي النجاح؟ ما هي معايير النجاح؟ كيف؟ والكلام لربما أتوجه به للطالب هدفي: كيف ننجح في المرحلة الجامعية حتى يكون التحصيل النهائي بكوني قائد وإداري مستقبلي؟ يفترض أولاً أن أؤكد على موضوعة القراءة والاطلاع العام والخاص التخصص. أحصل على إجابات لأسئلة كثيرة، يعني يفترض أن يكون مثقفاً. اثنين، يرسم إلى الشخصية المستقلة، لا يقلد الغير بل يكون وأكون أنا ويكون هو بذاته. وأستاذنا الكبير دكتور عبد اللطيف بخاري بالأمس أكد على هاي
الحلقة المهمة. يدافع عن وجهة نظره برحاب الصدر وبالتي هي أحسن، ويحترم آراء الآخرين وأفكارهم، يعني يفترض أن يكون متحدث جيد وبالوقت ذاته مستمع جيد، يبني نفسه فكريا وعلميا، ويتواصل ويؤمن العلاقات الاجتماعية مع الآخرين. ثالثا، يستثمر أفضل استثمار للوقت ويحقق الذات، يغتنم الفرص بالبحث والاطلاع، ثم يشارك في النشاطات التي فيها خدمة للآخرين والمجتمع. المستشارة الأكاديمية في جامعة كنساس الأمريكية أليسون ليك حددت ووضعت صفات للطالب الجامعي القيادي الناجح منهم، حددتها في 9 محاور أو أبعاد. أولها المسؤوليات والنشاطات، يعني الطالب الجامعي يفترض أن يتحمل المسؤولية ويتحلى بنشاط كبير. بعد يحقق أهدافه التعليمية، يحدد أهداف ويكون واقعي بها ويستشرف المستقبل. 3، يسأل دائما عن المعلومة ويحصل عليها حتى نضمن ابتعاده عن الجهل بالشيء. 4، يعتبر المعلم حليف لا رقيب، تضمن فهم أكثر لمادة المعلم. 5، الانتباه والجلوس في الصفوف الأمامية، المتميز دائما يتصف بالانتباه العالي ويميل للجلوس للصفوف الأولى بدلا من الصفوف الخلفية، وحتى يبتعد عن العيش في وهم الأحلام. 6، تسجيل الملاحظات بجدية، وتعرفون حضراتكم لأهمية المفكرة الشخصية، ويضمن تنشيط الذاكرة والنسيان عادة بالمعالجة. التحكم في العواطف، ولا نقصد هنا وأدها ولا إيقافها، ولكن يفترض أن نحسن إدارتها. عدم الهلع من الامتحانات، عدم الهلع والخوف من الامتحانات. لماذا؟ لأن مجرياتها وتكوين الامتحانات هو يعيشها يوميا. وأخيرا، حددت المستشارة أليسون ليك حسن إدارة الوقت أهم صفة للناجحين والمبدعين، لأنه 24 ساعة هي متوفرة لك ولي ولكل إنسان ولكل مبدع. طيب، ما هي علامات الشخصية القيادية؟ أستاذي الفاضل، وأنت تتعامل مع الطالب الجامعي، نلاحظ علامات من خلالها نقدر نتنبأ لهذه الشخصية للطالب والأخذ بيها. واحدة من عدها، من أشوف الطالب عنده قدرة على التحليل. من اللي عنده قدرة على التحليل؟ اللي يسأل أسئلة كثيرة وأسئلة ذكية. من لديه القدرة على التعليقات الذكية والفهم السريع، هذا عنده قدرة على التحليل، إذن له أفق لشخصية قيادية مستقبلية. المبادر،
من يقدم الأفكار، يقدم المشاريع، ليس فقط من يكون متلقي للمعلومة والمحاضرة من التدريسي. الشجاع في المواقف، في بعض المواقف أعرف هذا يتمتع بصفة مهمة من صفات القيادة وهي الشجاعة. يعني مثلا من يخرج الميت من حادث السيارة، مو كنا نستطيع. التعبير الجريء، ومثل ما نقول بالعامية أبو اللسان الطويل، ولكن من هو يتحدث من غير الوقاحة بالطرح، ولديه هو جرأة في الطرح، هذا ننتبه له. الناقد، مهمة من صفات الشخصية القيادية، الذي يقدم الاقتراح والحل البديل، وليس لأجل النقد فقط. وهناك مقولة إدارية تقول من يقدم أو يطرح المشكلة على المدير فقط فهو مراسل، ولكن من يقدم المشكلة ومعها حل مقترح فهو مميز. وهناك من ينقل المشكلة والحل المقترح ولكن يعززها بطريقة للتنفيذ فهذا مبدع. وأكيد في المجالات الإدارية نحتاج مثل هكذا أنواع من الشخصيات. ثم الجدية في الحياة، هناك ثلاثة أنواع: إنسان عادي، وإنسان فعال، وإنسان قيادي. أكيد حتى نرتقي بمستوى الإنسان العادي إلى مستوى أن يكون فعالاً، نحتاج، الدراسات والبحوث تؤكد، لا يقل من 2 إلى 6 سنوات للتدريب. أما إذا أردنا أن نصل بالإنسان الفعال إلى مستوى الإنسان القيادي، فالوقت والتدريب والتأهيل يطول أكثر بتنويع برامجنا وأنشطتنا وممارستنا في الأندية الرياضية ومشاركتنا متغيرات المجتمع كافة. وأخيرا من علامات الشخصية القيادية واللي ممكن التدريسي والأكاديمي يرصدها في شخصيات طلبته هم، وهذه من تجارب المجتمعات والدراسات، هم من يكونون من أبناء المسؤولين والأكاديميين، على شرط أن يتواجدوا ويزوروا هذه البيئات أبنائهم، يعني لا يكونون مطرودين منها، أبناء المسؤولين والأكاديميين. بعد من هم المؤهلين في البيئة القيادية اللي يكونون من الأسر الغنية والناشطين ومن أسر المعارضة والثائرين، حتى يخرج منهم شخصيات قيادية ممكن. وفي بيئات أخرى ممكن نستخرج الطلبة المؤهلين مستقبلاً للقيادة والإدارة، هم من الأيتام يكون تحمل المسؤولية مبكراً في حياته. الآن تسمحوا لي بعنوان علاقة الأستاذ الجامعي بالطالب الجامعي. ماذا نريد من الأستاذ الجامعي؟ ماذا نتمنى عليه؟
من حقنا أن نتطلع إلى متغيرات في كل شيء بالأداء، في أفكارنا، في خططنا، في تنفيذنا للتعامل مع الآخر. الجامعة محور الأستاذ والطالب. الأستاذ هو العمود الفقري لبناء مستقبل الطالب. الطالب يحتاج أستاذه لتفعيل دوره الفاعل وتكوين شخصيته القيادية، وليس فقط إلقاء المحاضرات ومختبر وامتحان. الأستاذ دوره يكمن في صقل رأي الطالب حتى يتجاوز المواقف السلبية والأفكار الظلامية، لكون الجامعة تكفل للأستاذ حرية الفكر. الأستاذ يتمتع، يفترض أن يتمتع بفكر أبوي داعم لتنمية لغة الحوار وتبادل الرأي والرأي الآخر مع الطالب. إذا تمتع الأستاذ بهذا الإحساس فيستطيع أن يفعل كل شيء للطلبة كأولاده. شعور الفكر الأبوي بالتعامل مع الطالب، ثم ردم الفجوة واختزالها بين الأستاذ والطالب على أساس الاحترام المتبادل، والمقامات تحفظ. ما نتمنى الأستاذ المتسلط، نعطي الدور للطالب المبدع الواثق من نفسه، وهذه فرصتنا لتنمية هذه الصفة المهمة للشخصية القيادية. إذا أردنا إعادة هيبة الجامعة وألقها، فلا بد من إبراز هيبة دور الطالب الجامعي، لأنه مثل ما أسلفنا الجامعة محورها الأستاذ والطالب. يفترض على الأستاذ بناء شخصية الطالب المؤثرة في البيئة اللي يتواجد بها وفي خدمة مؤسسات المجتمع. لذلك أجمل كل الأمنيات اللي نتمناها على الأستاذ والأكاديمي في التعامل مع الطالب، لا بأس أن يكون في برامجنا ومناهجنا محاضرة واحدة أو أكثر في الفصل الدراسي لمناقشة ومحاورة طلابنا ونسمع احتياجاتهم وتنمية ثقافة الحوار لديهم. ممكن، وهذا أداء سهل. ما أريد أطيل على حضراتكم، ولكن في القلب غصة كما يقولون. عندما ألاحظ مجتمع بما فيهم مجتمعي، بيئتي، هناك تراجع في الأداء، يفترض أن أستلهم الهمم وأحرض العزائم لأضعف الإيمان هو في الوقوف للمحاولة على عدم التراجع. يفترض بنا أن نتقدم خطوات لما، ولكن من تكون الهجمة قوية يفترض أن نحافظ على أماكننا أضعف الإيمان. طيب، الآن مثل ما حددنا مسؤولية الأستاذ التدريسي الأكاديمي المربي المحترم، يفترض أن نشوف بالمقابل ما هي أدوار الطالب الجامعي قائد وإداري مؤسساتنا عامة ومؤسساتنا الرياضية والشبابية خاصة.
أيضا له أدوار. أول وأهم هذه الأدوار هو شعوره بمسؤوليته تجاه مجتمعه. يفترض أن يتمتع بهذا الشعور بتحمل المسؤولية تجاه مجتمعه شاء أم أبى، ويفترض أن يكون هذا الشعور ذاتي إرادي أفضل. ليش؟ لأنه هم أحد أهم الموارد الفاعلة في هذا المجتمع. ثم لا ننسى لطلبتنا الجامعيين والطاقة الشبابية التي يتمتعون بها، تحتم عليهم المبادرات الإرادية التطوعية والأعمال الجماعية كونها تولد الحب والتعاون والألفة، بشرط أن تكون بدوافع إنسانية وليست منافع شخصية. يفترض ننمي هذا الشعور أيضا عند الطالب ويحسه هو من ذاته. قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم اعتبار العلاقة بين الفرد الطالب الجامعي والمجتمع يفترض أن تكون علاقة حيوية، وخدمة المجتمع يفترض أن تكون الحياة والروح في الجسد. يجب أن تكون قدرات الطالب مستثمرة أفضل استثمار وفاعل في خدمة مؤسسات. وبالمقابل على المجتمع أن يرتقي لثقافة رعاية هؤلاء الشباب من الطلبة الجامعية وإعطائه دوره الريادي في خدمته، فضلاً عن أن تعي الدولة أهمية هذه الفئة العمرية للارتقاء بأداء أفضل للمجتمع. بخلاصة شديدة، حاولنا أن نتطلع إلى أهمية وفاعلية دور طلبتنا الجامعين لتعزيز ثقتهم بشخصيتهم وذاتهم وإعطائهم الدور القيادي لهم، كونهم بالمستقبل هم قادة أي مجتمع وقادة أي بلد. وشكرا وآسف لإطالة الوقت، وشكرا لحسن استماعكم، وبارك الله بكم. شكرا جزيلا. بارك الله بك دكتور، الله يبارك بك على هاي المحاضرة الشيقة. الآن نفتح باب الحوار والمناقشة، نبدأها أولا بأستاذنا الكبير وعمنا الأستاذ الدكتور رافع الموجود دائما في كل المحافل العلمية. دكتور رافع المايك إلك. دكتور رافع تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذنا الفاضل. والسلام، أشكرك عيني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. وبعد شكرا جزيلا لعمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد على هذه الأمسية العلمية الجميلة. وشكرا للدكتور محمد جواد التعليم المستمر وموصول. المايك طفى دكتور، بس شغله طفى. اي اشتغل. اوكي
وتحياتي وتقديري لشعبة التعليم المستمر الدكتور محمد جواد والدكتور ياسر والدكتور أسامة والمانجر الدكتور جليل وإلى خالد الدكتور طارق وعودتونا اليوم مع الدكتور صلاح ودائما عودتونا على النشاط العلمي والإدارة الراقية من عندنا أساتذة الكلية ومن موظفيها وإن شاء الله من الجميع لكم كل التقدير والاحترام على إدامة هذه المعلومات والعمليات العلمية والجلسات والورش العلمية الراقية. شكرا دكتور صلاح. اليوم مو ضيفنا اليوم ابن الكلية هو الأستاذ الفاضل الدكتور أحمد الشريفي أخ عزيز، لا زالت يعني طيبة دبي ومؤتمرها نتذكرها والرقي اللي قدمته والعلم اللي قدمته في دبي مشكور عليه، وأيضا جائزة الدراسة اللي خليتها خدمة للعلم والعلماء، تواجدك ويانا في تونس، تواجدك ويانا في الكويت، تواجدك ويانا اليوم في بغداد، الله ينطيك الصحة والعافية ويديمك، أيضا متواجد في الوسط الرياضي، نحبك ونحب علمك ونحب ابتسامتك الحلوة دكتور أحمد. الله يسلمك، شكرا دكتور أبو، شكرا شكرا. أريد تساعدني في هذا السؤال، وأنت في ما عليك زود قمة الخلق والأخلاق والعمل، قلت من خلال عملنا وياك الحمد لله والشكر. الاستثمار دكتورنا الغالي، احنا في التجربة اللي جرت في دبي من الرقي تحدثت بيها عن وجود الحكومة ووجود المجلس دبي، أنا أريد وجهة نظرك في الاستثمار إذا خلينا على مستوى ننقل تجربة دبي، هل إحنا نقدر نعتمد على تعامل أو دعم الحكومي على الشركات على المستثمرين على الاتحادات على الأندية الرياضية؟ لأن هذا يبدو من وجهة نظر حضرتك التطور إلى 473 حدث في دبي يكاد يكون أكثر من حدث يومية، هذا دعم وتخطيط على مستوى عالي والتشاور والبنى مع أفكار عالمية ومؤسسات عالمية. نرجو من حضرتك أنه مقترحك لأن يكون وجهة نظرك إن في موضوع الاستثمار الرياضي في العراق. تحياتي وشكرا لحضرتك. شكرا دكتور رافع، شكرا. ما أعرف إدارة الورشة نجاوب على سؤال أو في الآخر. نعم تفضل. نعم تفضل دكتور أحمد. نعم تفضل. طيب أنا شاكر، سؤال يعني في الحقيقة مهم وفعلا من الواقع. نعم التجربة من الممكن أن تستنسخ وتكون في أي مدينة من مدن الوطن العربي الغالي. القضية هي إيمان بما بالدور اللي احنا نقوم فيه، يعني لا يمكن أن احنا لازم يوظف كل شخص لخدمة هذا التوجه. إذا كان هناك يعني رسالة وكان هناك من خلال الرؤية لهذه الرسالة خلفها إطار خطة استراتيجية محكم الكل يشارك فيه بدوره، نعم نستطيع. يعني أنا بقول لك جزء من إيماننا يعني في 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 هذا الجانب، مرة في إحدى المرات مثلا كانوا بعض اللاعبين الدوليين في كرة اليد، كان لاعب دولي كرة اليد وأتى وقال أنا والله على استعداد أن أنا يعني بدي أنظم بطولة دولية في كرة اليد وأريد أن أنظمها على مستوى الناشئين. طيب أهلا وسهلا، كيف تنظمها وأنت ليس لديك مرجعية مثلا؟ إحنا ساعدناه في موضوع استخراج ترخيص من الجهات المختصة، ترخيص يعني يعنى بجانب إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية، وكذلك أعطيناه مبلغ من المال لمساعدته في هذا التنظيم كنوع من المساعدة. أحد أبناء أبنائنا الرياضيين وكان لاعب دولي ولاعب معروف،
استطاع يعني عندما نظم وساعد هذا المبلغ وشجعناه استطاع هذا أن يأتي ب يعني أكثر من 200 شخص خارج يعني من أولياء الأمور ومن الآباء والأمهات لهؤلاء الأطفال من دول أوروبا، وجاب مجموعة فرق واستطاع أن يجيب تغطية طبعا من خلال التسويق، وأحد الأندية أعطاه الصالة الرياضية وصار يعمل هذه البطولة وينظمها كل سنة أو سنة بعد سنة. هل لدينا القناعة كمؤسسة أو كحكومة أن نساعد مثل هذه الأفراد؟ هل نستطيع أن يعني نضع الإطار الأمثل بإعطاء هذه المؤسسات القطاع الخاص لكي تساعدنا مؤمنين بدورهم في التنشئة، دورهم في تطوير واستدامة مثل هذه الأحداث حتى نصل إلى صناعة رياضة بحق؟ يعني الحكومة تستثمر، القطاع الخاص يستثمر، التوجيهات أيضا بعض القطاعات الأخرى، هناك بعض البطولات تنظم من قبل القطاع الشرطي أو العسكري، بعض المؤسسات الحكومية أيضا عندهم لديهم بعض البطولات والأحداث. إذا استطعنا نحن نتضافر بهذه الجهود نستطيع أن نخرج بحاجة من الممكن أن يعني تضيف لنا، يعني جزء من وقعنا اتفاقية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في جزئية لجنة كرة القدم الشاطئية ونظمناها على مدى طويل، فكان كل سنة لدينا برنامج، ومع الوقت ومع النقل التلفزيوني ومع غيره أصبحت هذه البطولة بطولة قوية وبطولة لها جماهيرها، ويعني نستطيع أن نغطي جانب كبير من الاستثمارات اللي احنا استثمرناها فيها. لكن كانت الوجهة أو كانت الفكرة هي كيف يمكن أن نشير للعالم أن لدى دبي شواطئ على البحر كبيرة ليست يعني صغيرة، وبالتالي من الممكن أن السائح والمرأي يستطيع أن يستثمر هذا الوقت. إذن هذه إشارة وبهدف أن احنا هي مجموعة من تضافر الجهود وفق خطة، والكل يستطيع أن يؤدي بقناعة للوصول إلى نتائج ملموسة. شكرا جزيلا دكتور. شكرا. العفو دكتور رافع. العفو دكتور جليل. عفوا. شكرا جزيلا لدكتور رافع. الاسم الثاني اللي رافع إيده أعتقد دكتور حامد، أستاذ الدكتور حامد صالح. دكتور حامد نمون عليك شوية، يا ريت لو السؤال يكون مباشر ومختصر لأن الوقت راح يدركنا. أشكرك، المايك لك دكتور حامد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعاً هي المحاضرة قد تكون الشوق في الأسئلة، كثير من الأسئلة والاستفسارات، خاصة في محاضرة الدكتور أحمد. وأنا عندي سؤالين بصراحة للدكتور أحمد والدكتور أخونا الدكتور صلاح. بالنسبة للدكتور أحمد، هناك ضخامة حدث في دبي وفي البحرين وفي قطر لعام 2022 في كأس العالم، وسبقته همينة الألعاب الآسيوية. كل هذه الأحداث اللي حثت خاصة في دبي اللي يمكن أصور صار هم بطولة العالم بالخيل وبطولة العالم في البحرين بالفورمولا، أنا لاحظ بأن هاي الأحداث اللي صارت يجب أن يكون لها استثمارات ما بعد الحدث، يعني ما يخطط خاصة في قطر يعني في 2022 من ملاعب تقريبا 5 أو 6 ملاعب من يعني الحمد لله عملهم ذهوب بهذا الجانب. فكيف كان النظرة الاستثمارية لهذه الأحداث أو لبعد هذه الأحداث؟
هذا فيما يخص بلدنا وعراقنا، مدى يعني يكون هذا التنسيق أو العلاقة بين الطالب والتدريسي خلال هذه الفترة؟ وأشكركم إن طلت في أسئلتي. شكرا جزيلا. شكرا شكرا دكتور حامد. بالعكس تفضل دكتور أحمد. أنا يعني الجواب طبعا دكتور حامد، كل يعني حدث كبير ضخم طبعا احنا نستضيفه في دوله الامارات، هناك لجنه منظمه اما حسب يعني اما تكون لجنه عليا حسب مقدار الحدث او لجنه منظمه او مؤسسه تقف يعني وراها، لكن في الغالب تكون مشكله من معظم القطاعات. يعني احنا عندنا مثلا دائره السياحه و الترويج التجاري موجودة غير مثل غير القطاعات الأخرى، هناك من يدرس، هناك من يساعد، هناك من يحل بعض الإشكاليات الموجودة في بعض اللجان يعني أو الأحداث الكبرى. هناك لجان تسمى لجنة الإرث، هذه لجنة الإرث تعمل قبل بداية الحدث في التخطيط لما ستؤول عليه المنشآت أو محاولة أن إعطاء أدوار لاتحادات أخرى، أندية أخرى، قطاعات تجارية أخرى في الاستثمار في هذا الجانب. يعني أنت تخيل لجنة الإرث مثلا موجودة من ألعاب سيدني، دورة الألعاب الأولمبية في عام 2000 إلى الآن ينظمون زيارات للمنشآت. إحنا نحرص المنشآت الرياضية، إحنا نحرص عند تصدينا لتنظيم مثل هذه الأحداث أن نزور الحاضرين بعض الأماكن أو بعض المعالم، ويصادف أن هؤلاء اللاعبين أو المدربين أو اللي كانوا أتوا كجمهور أن يزوروا البلد مرة أخرى من أجل التعرف عليها أو بشكل أفضل، وقد كان يعني وقد حصل. فبالتالي أنا من خلال لجنة الإرث تعمل على هذا الجانب، تعمل على موضوع يعني استثمار او وهذه القضيه اللي يجب ان لا تكون متقطعه. يعني مش قضيه اننا نقيم بطوله وبعدين اقعد سنه، لا، المفروض ان تكون الاجنده عندي مثلا عندما اخطط لمثل هذا الشيء ان يكون كل شهر يكون في حدث، وبعدين كل اسبوع في الشهر يكون في حدث، وبعدين انوع في الحدث، انوع في المدن، انوع في المناخ الموجود مثلا في المدينه، اختيار التوقيت. في بعض البطولات نستطيع أن نظمنا بطولات وجبنا في الصيف في شهر 7 و8 مثلا، كان عندنا حدث اسمه صيف دبي في أنشطة وتكون في عروض للفنادق، استطعنا نحن نستثمر في أن نقيم بطولة خاصة في كرة قدم الصالات مثلا، وجبنا أندية كبيرة مثل برشلونة وريال مدريد وأندية إيطالية وأوروبية، وكان في جمهور لهذه الأحداث، وقمنا هذه البطولة في قاعات المعارض التجارية، مركز دبي العالمي للمعارض حولنا، لأن في هذه الفترة 7 و8 خاصة ما تكون فيها أحداث يعني تنظم كمعارض، استثمرناها وهذه القاعات تحولت كلها إلى ملاعب كانت تلعب فيها بعض البطولات، وتستثمر أيضا في جانب بعض الأكاديميات الخاصة في فترة الصيف. إذن هي أنا حطيتها في البداية في أول شريحة قضية الاستدامة، أن إحنا إذا بدينا في حدث وكان لدينا هذا التوجه يجب أن لا ننقطع. كأنك أنت بتعلن اليوم المعلن هناك بعض الأحداث التي قد تصنع من خلال القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع الأهلي والحكومي، وكذلك بالنسبة للتنوعها واستدامتها. أتمنى أن أكون قد يعني وفقت الإجابة على سؤالك دكتور حامد. شكرا دكتور أحمد. دكتور صلاح ترخصني دقيقتين، أرحب بالدكتور قاسم عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة دخوله في هذه الورشة. يتفضل الدكتور
قاسم بكلمة قصيرة. دكتور قاسم إذا موجود. دكتور قاسم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ورشة علمية بهذا المستوى حقيقة تجلب السعادة للنفس في هذه الأمسية الرائعة. بالأمس استمتعنا واليوم أكملنا استمتاعنا حقيقة بالمحاضرتين للأستاذ أحمد اللي شرفنا بوجوده اليوم من دولة الإمارات العربية المتحدة. الله يسلم. لا نقول ضيفا، وإنما هو ابن الدار وابن الكلية وابن التخصص. الله يسلمك. وكذلك محاضرة أخي وزميلي الأستاذ الدكتور صلاح، حقيقة اللي تناول موضوع الطالب الجامعي والأستاذ الجامعي، وهم المحورين الأساسيين في عملية إعداد القادة المستقبلية. المحاضرات لربما أخذت إطاراً علمياً بحتاً وإطاراً واقعياً نشكو منه جميعاً. عجبني دكتور أحمد حقيقة في محاضرته، وبالأحرى السؤال الذي سئل وتمت الإجابة عليه. نعم نستطيع، ولكن يجب أن يكون لدينا الإيمان الكامل بالعمل، هذا هو المهم. الإيمان هو الذي يخلق الإبداع، هو الذي يخلق التميز. صحيح نخفق هنا تارة وننجح هناك تارة أخرى، ولكن لا نتوقف أبدا. العمل والاختصاص في مجال الرياضة والتربية البدنية ضروري جدا، لأنه جزء من تنمية شاملة، جزء من تنمية شبابنا اليوم، لا سيما وإحنا نستهدف الشريحة هذه الموجودة لدينا في أغلب الدول العربية والإسلامية، هي شريحة الشباب، ونسبة الشباب الموجودة في المجتمع الآن تحتاج من حقيقة مجال الرياضة أن ننمي هذه القدرات، أن نسقل هذه المواهب. هذه هي التنمية التي تسعى إليها جميع الدول، ولكن يجب أن نبدأ من الآن. لا نبدأ بشخص، لربما رأي واحد نعم، ولكن نحتاج إلى منظومة عمل متكاملة. منظومة العمل المتكاملة تبدأ لربما بأفكار كليات التربية الرياضية نحن، وقد تكون مساعدة ومساندة، لا بل وهي الدور الأمثل والأكمل. لربما نحن في حاجة اليوم إلى كثير من العمل، نحتاج اليوم إلى الإيمان بالعمل، نحتاج اليوم إلى الإخلاص في العمل، نحتاج اليوم إلى كثير من المسائل التي لربما عملناها سابقا ونتندم عليها كثيرا، لأننا لم نستمر بنفس الوتيرة لسبب هنا وسبب هناك. حقيقة هذه المحاضرات بالأمس واليوم أعطتنا طريق أمل جديد، طموح جديد. نتمنى ونأمل من كلياتنا في التربية الرياضية والتربية البدنية على عموم الوطن العربي، أنا أؤيد فكرة إقامة المؤتمر لكسب شبابنا، شبابنا الذي يئن كثيرا من كثير من المشاكل الموجودة حاليا، خاصة اليوم ونحن في طور العولمة المستحدثة المتسارعة. يجب أن نلحق الخطى، ولكن بالبيئة الصالحة والفكر الصالح المتنور والمتنير في نفس الوقت. أملي كبير بهذه المحاضرات أن تلقي بظلالها على عقول الكثيرين. لربما بالأمس تطرقنا إلى نقطة مهمة تطرق لها الدكتور مشكور من المملكة العربية السعودية الأستاذ الكبير، وقال نحن نعمل في وظيفة وننسى المهنة، وهذا هو المهم. المهم المهنة، مهنة العمل وأخلاقيات العمل وتطلعات العمل. الوظيفة تحصيل حاصل، كثير من الناس موظفين، ولكن
ينقصهم الكثير. المهنة لا تغيب عن بالنا، لربما حياتنا كلها مهنة، الوظيفة لربما تأتي بالدرجة الثانية. تخلينا قليلا عن هذه المهنة الشريفة الطاهرة، هي مهنة التعليم ومهنة التدريس. أملي كبير أن تكون هذه المحاضرات قد حققت أهدافها المنشودة، لا سيما ونحن قد بدأنا في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد، أن يكون نهجنا واضحا، اتجاهه اتجاه علمي، هدفه الإنسان بالدرجة الأولى. أنا لا أريد أن أطيل بقدر ما أردت أن أتداخل وأرحب اليوم بالأستاذ أحمد حقيقة وبالدكتور صلاح، وأقول لهم مزيد من التوفيق ومزيد من هذه المحاضرات، لأنها هي طريقنا الصحيح في مجال الأكاديمية وفي مجال كليات التربية البدنية في عموم الوطن العربي. شكر جزيل على القائمين على هذه الندوة وعلى هذه الورشة وعلى هذه المحاضرات القيمة، بدءا من المجموعة الطيبة في التعليم المستمر، المجموعة المتكاملة. شكري وتقديري لكل الذين ساهموا وبذلوا الجهود الكبيرة. لربما نلتقي في ورش أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا جزيلا دكتور قاسم، وأدامك الله خيمة فوق هذه الكلية المعطاء. حضرتك معروف بتواجدك دائم وكلمتك تسعد الجميع. يستمحك عذرا دكتور صلاح، لأن دكتور صباح قاسم وليس قاسم صباح عنده كلمة قصيرة، لأن ملتزم بالتزام مع الدراسات العليا. أرجو أن أقتطع 5 دقائق من لكلمة الدكتور صباح قاسم. أهلا وسهلا، يتفضل دكتور صباح. دكتور صباح قاسم، دكتور صباح، على أي حال ربما. ألو، السلام عليكم. العفو. عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله دكتور صباح. السيد العميد المحترم، الأخوة المحاضرين المحترمين، السادة الحضور الموجودين على هذه المنصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أطيل على كلام ولقاء السيد العميد المحترم بقدر ما أثني كثيراً على هذه الورشة، أثني كثيراً أن هذه الأمسية الجميلة الممتعة الذي أنستنا همومنا، هموم أمراض الكورونا، والذي ذهب ضحيتها أحباء وأصدقاء وأعزاء. لكن صراحة هذه الأمسية ومجموعة الإدارة أفرحتنا كثيرا وكانت ناجحة جدا جدا. أتمنى لكم التوفيق أخواني وأشقائي المحاضرين من السعودية ومصر والإمارات. كذلك أشكر زميلنا وعزيزنا دكتور صلاح مدير الورشة على متابعته الدؤوبة لغرض إنجاح هذه الورشة باسم كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة. كذلك أثني على الجنود المجهولين خلف هذه المنصة، دكتور جليل، دكتور طارق، دكتور ياسر، دكتور محمد جواد. هذه هي نشاطات كليتنا، هذه هي نتاجات العلماء والقامات الموجودين في كليتنا. لكم مني كل المحبة والتقدير، وبارك الله بجهودكم، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور صباح. شكرا صباح قاسم. دكتور صلاح، تكملت لي جواب سؤال دكتور حامد. نعم. فضل.
عفوا دكتور أحمد. نعم. تتفضل في مقدمة حديثي إذا لديك مداخلة أو رأي، تفضل. لا طبعا أنا ما بالعكس، أنا أشكر يعني القائمين، أشكركم على تحت لهذه الفرصة، وأنا سعيد تواجدي، ويعني حتى في أي وقت نحن على السداد إن شاء الله نحن نتعاون ونتشارك في أي من هذه البرامج، حتى يعني يحصل نوع من التكامل بيننا ويعني كقريبين من أبناء هذه المهنة، وعلى استعداد بالتعاون في أي وقت. يمكن ظروف التطور التكنولوجي ساعدت بشكل أكبر يعني مثل هذه البرامج، وبالعكس لن نبخل في أي وقت إذا ما يعني صار اتفاق على أي نوع من أنواع للبرامج اللي احنا ممكن ننفذها عن بعد سويا بمشيئة الله تعالى. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد. حقيقة احنا نتطلع إلى تنظيم وإقامة مؤتمر على مستوى الوطن العربي دولي